احمد شراك لاباس وتجند لنصرتها وان هي ظلت متفرقه او متشرده. كانت اللقاءات الأولى من أجل طرح مبادرة المرشح التوافقي للمعارضة. اليوم المعارضة تلتقي من أجل دراسة نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى متعلقة بالبرنامج الذي يدخل به المرشح للانتخابات الرئاسية والإصلاحات الجوهرية التي يدخلها على الدستور وعلى قوانين الجمهورية فيما يخص بناء الدولة والمجتمع.